وسلام. لا تزال أجواء اليوم الأول للانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث مستمرة ولازلنا في متابعتها. نحن الآن متواجدون في مدرسة الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك. أكثر من 7 مليون ناخب لهم حق التصويت في محافظة القاهرة. معنا الآن السفيرة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية والمسؤولة عن بعثة الدول العربية لمراقبة العملية الانتخابية. سعادة السفيرة مساء الخير بحضرتك. أهلا أستاذ مساكي. في البداية حضرتك تحدثيني عن أجواء العملية الانتخابية ومراقبتكم لها وأهم الملاحظات. الواقع احنا صباحا فضلنا عدم النزول للميدان، إنما المتابعة مع الميدان من خلال غرفة العمليات، وكانت المتابعة ممتازة. طبعا تلقينا التقارير من المتابعين. احنا متابع بتسع محافظات من 13، وهي كمان قضية مهمة. وجدنا انه في بعض المحافظات جاءنا تقارير انه في اقبال كثيف، وهذا طبعا مؤشر جيد جدا. وفي بعض المناطق اقبال ضعيف او الى متوسط الى ضعيف، وهي طبعا يؤشر الى عمليه هامه جدا، انه اللجنه العليا للانتخابات كثفت جهودها، المرشحين كثفوا جهودهم، لانه الانتخابات السابقه ما كان في دعايه انتخابيه كافيه. الاعلام كان لعب دور ايجابي وجيد في اعطاء الصوره للمرشحين. وبنفس الوقت طبعا انا بحب اني احيي كل اللي قاموا بالاشراف على الانتخابيه، سواء كان لجنه الانتخابات او القضاء، وطبعا الامن والجيش، هذول يعني عملهم كان متميز، لانه الواقع انا بشعر بالامان لما ادخل كل منطقه من المناطق انه هي مؤمنه. هاي قضيه مهمه. النساء اقبالهم رائع ومتميز، والمراه المصريه كالعاده هي اللي تقبل على الانتخابات بشكل كبير جدا، وان شاء الله سيكون هناك في يعني تواجد كبير جدا للمراه المصريه في البرلمان، ستحمل ليس فقط ملف المراه، ستحمل ملفات العديده، لانه لا نريد ان نقول انه المراه لما تدخل مجلس النواب هي تكون نائب للأمة وليست فقط نائب منطقة، وهي مهمة جدا، وستحمل هموم ولفات البلد كلها، يعني ستعمل في المجال التشريعي، وهذه مهمة جدا. وأنا بعتقد كل مواطن يجب أن يذهب للانتخاب، لأنه هو النائب رح ينتخبه، هو صوته سيكون في داخل للدولة، هو سينقل صوته داخل. سعادة السفيرة، كيف تقرأين ما يحدث الآن في شمال سيناء بتكاتف شيوخ القبائل لحماية اللجان الانتخابية؟ طبعا هاي موضوع مهم جدا الواقع، وأنا بحييهم، لأنه هم عمالهم بحافظوا وبحموا العملية الديمقراطية في مصر، وبحموا مسيرة خريطة الطريق، والحماية تأتي من أبناء المنطقة نفسها، وهي طبعا تحية خاصة لهم. طب بمتابعتكم عن كثب للمراحل العمرية التي شاركت في العملية الانتخابية، هل ترون أن إقبال الشباب في المرحلة الثانية يعادل أو يشابه نفس معدل إقبال الشباب المنحصر أو القليل في المرحلة الأولى؟ يعني أنا بعتقد لغاية الآن أنا يعني من خلال متابعتي النسوية يعني منتصف العمر لأكبر اللي موجودين، أنا بعتقد كثير من الشباب بعملهم، ويمكن في بعض القطاع الخاص يعمل لغاية الساعة 5، فأنا يعني بتأمل إن شاء الله يكون هناك في إقبال مساء، وغدا كمان في عنا يوم تاني إن شاء الله، ومنبارك لكم بالعملية الديمقراطية إن شاء الله وبتكتمل بمصر. أشكرك سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة. كان هذا اللقاء مع سعادة السفيرة من إحدى مدارس منطقة الزمالك أو المقار الانتخابية. شكرا جزيلا.